معقول الكلام اللي بتقوله ده؟ يا جدع ده احنا اصحاب. ايه ده يا جورج بالراحه؟ اه ده انت مش سامع بيقول ايه؟ انا جبتها لك على بلاطه، لا لفيت ولا دور. بلاطه ايه وزفت ايه؟ انت خليتها خل. انت كده هتفضحنا فيها يا جورج. يا جدع حسن شاكك فيا، مش جاي يسال. بيتهمني انا والولد اللي شغال عندي ان احنا سارينه، وفي الاخر بتقول لي ايه ده؟ يعني انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده؟ والمسيح الحي ما اعرف، والانجيل على نهايه ما اعرف، انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده كله خالص. ايه ده بقى انت هتجنني؟ خلاص يا شيش خلاص. الواد ده انت تعرف عنوانه فين؟ انت تعرف سكته يعني؟ اه وانا مشيت الواد ده من فتره، اعرف اجيب قراره كويس قوي. بس انا عايز اعرف منك يا حسن، الواد ده سرق منك ايه؟ خلاص انا كنت عايز اعرف حاجه وعرفتها. لا ما انت ما ترميش الطوبه في وشي وبعد كده تقول لي انا عرفت كل حاجه. انا اللي عايز اعرف. انا مش عايز غلط يا جورج، وبعدين انا ما اتهمتكش بحاجه، سؤاله كان لازم اساله. حلو قوي، من هفهم ايه الموضوع؟ بعدين. يعني ايه بعدين؟ السلام عليكم. وفي يا صلاح؟ افهمك بعدين. هو كله بعدين؟ حسن؟ ازيك؟ في ايه؟ مفيش حاجة، بس مستعجلين شوية. أصحابك مالهم يا جورج؟ مفيش حاجة، ما تشغليش دماغك بيهم. المهم طمنين عليك، انت ايه اللي جابك بدري كده؟ مش كنا متفقين ان انا وانت هنروح للدكتور عشان اطمن عليك؟ سيبك من الرغي ده دلوقتي، انا ما يهمنيش باي حاجه. انا عاوزك تتفرج على ده كويس. ايه ده؟ في ايه؟ خيانتك ليه؟ وصلت لحد عندي. ايه الصور دي؟ مش مهم، المهم انها وصلتني، وعرفت قد ايه انت راجل خاين ومالكش امان، وعرفت ان ربنا كان حرمني ليه من الخلفه عشان ما يربطنيش بواحد زيك. أكيد الصور دي متلفقة وحد بعتها لك غلط. بس بقى كفاية كدبة، أنا زهقت وتعبت، ما بقتش قادرة أستحمل، فاهم؟ أنا هرفع عليك قضية ومعايا إثبات الخيانة عشان أخلص منك. لا ده أنت اتجننت بقى. أيوه اتجننت. اتجننت لما فكرت إنك اتعدلت وإنك تستاهل تبقى أب، بس أنت ما تستاهلش حاجة خالص. أنت أكتر راجل أنا شفته في حياتي. اخلصي! اخلصي! قطع لك لسانك لو نطقت بكلمة زي دي تاني. انت بتمد ايدك عليا؟ وقطع لك لسانك وخسر لك هضمك، فاهمة؟ غوري من هنا. هغور يا جورج ومش هتشوف وشي تاني في 60 دقيقة. جاتك الهنا.